ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. تريلر اللي هنعمل له رياكشن هو تريلر مسلسل لعبه النسيان. الحاجه الوحيده اللي اعرفها في المسلسل ده ان في دينا الشربيني، ما اعرفش في اي حد تاني او ما اعرفش اصلا بيتكلم على ايه. كنت اتمنى ان ينزل الجزء الثاني بتاع مسلسل السنه اللي فاتت اللي هو مسلسل زي الشمس. اتضايقت جدا ان هو ما اتعملوش جزء تاني، لان يعني نهايه المسلسل سابتنا زي ما تقول كده كليف هانجر كده او اوبن اندنج، اللي هو ما تفهمش طب ده في جزء تاني ولا المخرج ساب النهاية كل واحد ودماغه يفهم زي ما يفهم ولا ايه بالظبط يعني. كنت اتمنى ان يبقى في جزء تاني فهمنا ايه اللي حصل بالظبط في الاخر. على حسب علمي انا، اللي انا فهمته ان احمد داوود هو اللي في الاخر هو اللي عامل الهلومة دي كلها يعني، زي ما انا كنت متوقع. السنة دي عندنا لعبة النسيان برضو مع دينا الشربيني. مش عارف ليه حاسس ان يعني المسلسل هيبقى ليه علاقة بهي مثلا فقدت الوعي، او ممكن تكون عملت حادثة دخلت في غيبوبة، اكيد حاجة زي كده يعني. طالما فيها نسيان اكيد حاجة ليها علاقة بكده يعني. وش طبعا ما شفتش التريلر ولا مرة، مش عايز اطول عليكم كتير. هنخش على طول في التريلر. التريلر ده اوفيشال تريلر، فالحمد لله هندي على طول التراقب مش تيزر دقيقة او 20 ثانية، فتمام يعني. طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا. سوري مخك بقى يا مدام، تعالي نفتكر سوا الليلة دي. انت عندك كام سنة؟ 22. انت عمرك مش 22 سنة زي ما بتقولي، ما ولدتيش ابنك امبارح. يحيى ابنك عنده 6 سنين. انا افتكرتك. ازاي تقول عيل صغير لسه خارج من المستشفى ما بقالوش كام يوم ان امه مش فاكراه وبتكذب عليه؟ وانا قلت غير الحقيقه. اللي مات ده اخويا. انت عمرك ما كنت ام. انا كنت اوحش بني ادمه في الدنيا، ليه مصمم تحرمني منها؟ عشان حرمتيني من ابني. لعبه النسيان. تمام. المسلسل ده على فكره هيبقى حلو. انا بصراحه انا بحب دينا الشربيني جدا صراحه. طبعا انا عن نفسي بحبها جدا وبحب تمثيلها جدا. تمثيلها بجد قوي وتمثيلها بجد حلو، كان من اجمل الادوار اللي هي عملتها كان في جراند اوتيل. معانا في الكاست ليست دينا الشربيني واحمد داوود وانجي المقدم، ومعانا كمان محمود قبيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم، وهيبقى من اخراج اهاني خليفه. نسبه ترقبي زي ما انا كنت قبل ما اقول نسبه ترقبي زي ما كنت متوقع بالظبط. المسلسل هيبقى ليه علاقه ان هي فقدت الذاكره ومش عارف ايه والكلام ده كله بلا بلا بلا، وشكلها عملت حادثه، ده اكيد وش عملت حادثه فنست يعني. سبحان الله لسه قبل ما اتك عشان اشوف التريلر خلاص باينه قوي يعني، كليشيه قوي بس ماشي يعني. نسبه ترقبي للمسلسل ده هتبقى برضو 7 من 10. كده عندنا لعبه النسيان. لعبه النسيان فالنتينو و الاختيار، 3 دور فور شور هنتفرج عليهم. زي ما كنت قايل في اللايف، في فيديو انا كنت عامله لايف هنا على يوتيوب، لو ما شفتوش ممكن حضراتكم تتفرجوا عليه، هتلاقوه موجود يعني من اواخر الفيديوز اللي انا كنت منزلها. هو بس طويل شويه. انا كنت قايل حتى في اللايف هنعمل حاجه حلوه، ان انا ممكن اختار مثلا 5 مسلسلات وثلاثه تانيين حضراتكم ممكن تختاروهم يعني من على بول، ممكن اعمله كده على فيسبوك على البيج بتاعتنا اللي هي هوم سينما 2. ممكن من خلال البيج دي اعمل زي بول كده، مثلا اقول لكم يا جماعه انا هتفرج ان شاء الله على المسلسل كذا 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 كذا، وباقي المسلسلات هرصهم لكم، وهقول لكم مثلا عن يعني اختاروا ما بين اكتر المسلسلات دي انا عايزين نتفرج عن ايه اللي هنتفرج عليها ونعمل لها ريفيو ونتكلم وكده يعني. بس اللي فور شور خلاص لعبه النسيان، الاختيار، وفالنتينو، اول 3 مسلسلات دول هتفرج عليهم فور شور يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على المسلسل ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. لعبه النسيان.